في الهوى بيلعب بكياس مثل الهوى بيلعب بكياس دايرين نحن وهالناس بحلقة ملها أساس نحن وهالناس بحلقة ملها أساس دايرين من قرني لقرني عصوت الرصاص تركنا شبابكنا تركنا تركنا شبابكنا تركنا الدور شلحنا أعمرنا كشفنا الصدور كل اللي عم نعمله كل اللي عم نعمله عم الله يسامحك يا سلومة والله يسامحني أنا شلون طاوعتك سليم ما عاد أقدر أبقى بالبيت خلص خلينا نموت ونحن عم نحاول نطلع الموتة موتة سليم ما كتير تفرق لا ستي بتفرق بالبيت كنا قاعدين وسعرنا بسعر كل الناس بالحي بس هلأ يعني نحن عاملين جلادياتر وبدنا نطلع من الحصار وتسلل كمان يعني رايحين على الموت بإجرينا لك شو مفكر انه محاصرين المنطقة سانتي سانتي هون بالبساتين ما في حدا ايه ومن هيك صرنا ست ساعات بخمسمائة متر كله منك عم نزحف زحف كل نص ساعة بمترين والمشكلة ابو ياسين وابن ابنه كمان نحن مضطرين نمشي على مشيته وانتباهنا لازم يكون مرتين بدال المرة الله يعينه بضل وضعنا احسن من وضعه يمكن لو كان لحاله ونحن لحالنا كان اسهل هل اسمه انانية سليم بالعكس الجمعة أحلى واللمة بركة قلت الموتة مع الجماعة ما بتوجع مو هيك ليش مين قالك أصلاً إنه الموتة بتوجع؟ العيشة هي اللي بتوجع يا فيلسوف زمانك هلأ أنا اللي عم بتفلسف ولا أنت؟ أنتوا الاثنين عم تتفلسفوا سيد راسي أنتوا طالعين لتنفدوا من الحصار ولا لتنتحروا؟ أي روقونا الله يرضى عليكم والله معك حق عمي أبي ياسين والله معك حق منيح هاي سمعتينا كلمة من الزلمة حاجتنا قاعدة ما في حدا يلا خلينا نمشي شوي قصدك نزحف 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 بس نتحرك قبل ما يطلع الضوء علينا هون شكله أبو ياسين ما عم تحرك الله يعينه أكيد تعب من حمل الولد والولد مو قابل حدا يحمله غير جده والمشكلة ما بتقدري لا تناقشي ولا تزعلي الولد ما بيقدر إجا على باله يبكي بده يبكي لا بيعرف قريبين من حاجز ولا بيهمه إذا سمعوا شبيح ولا ما سمعوا ما بيجي عباله يعملها إلا جنب الدبابة الحمد لله هلأ ساكت وكانين وين صاروا؟ ليكن ليكن ورانا على اليمين أبي ياسين عمي أبي ياسين لك شبك شبك لك ابني شلون وضعكن مرتاحين؟ آخر راحة وحياتك مو ناقصنا إلا أرجيلة وراس معسل تفاحتين الله عليك يا أبي ياسين بس ما يمرق له شي بغل بالصدفة مو نصير بخبر حيسوما قصدك بخبر كانا لك ايه هذا كانا زمان هلأ حيسوما لأنه حيسوما رحلنا ورانا ورانا ولادي حرام بعين الله وياسر الله يسلمه شلونه تعب ما هيك هالمسكين نايم نايم الحمد لله
آخ 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 آخ. لك ابني ليش أنا كاسر ظهري إلا ياسين؟ هذا ابن الغالي ياسين الله يرحمه، ولازم أحميه برموش عيوني. عدم المؤاخذة يا عمي أبو ياسين، وين أمه؟ أمه استودعناها عند اللي ما بتضيع عنده أماني، وإذا ما نضلنا ملتو منعجين يمكن أنا وأنتو نستودع حالنا كمان. لا تأخذنا عمي أبو ياسين، لك تركي للزلمة بهمه، تركي للزلمة بهمه. لك عن جد عن جد عم بحكي، وين أمه؟ يعني معقول تكون تركت ابنها بهيك ظروف؟ لك الله يفك أسرة، أولاد الكلب الجبنة أخذوها رهينة، وحسب ما فهمت إنه جوزها الله يرحمه قال لها تطلع مع أمه وخواته البنات على منطقة آمنة، بس هي ما رضيت، هيك تنحيت بدها تضل ببيتها، قال ببيتها بتقدر تشوف ياسين بين الفترة والتانية، أما إذا طلعت ما عاد تقدر تشوفه. شلون يعني رهينة؟ ما جوزها الله يرحمه؟ لك لما أخذوها كان عايش واستشهد الرجال، بس هي لساتها عندهم الله يفرج عنها. خلص جبكون، لا لا تواخذنا عمي أبو ياسين، لا تواخذنا. لك اسكت، في حدا ورانا. شوفي لا تحركي، لا تحركي. شوفي في حدا جاي. سليم كل شوي بسلي في حدا. اسكتي 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 اسكتي. يا عمو هالمرة عن جد، بس شكله واحد لحاله. لك حتى لو نص واحد هذا أكيد مسلح. مين هذا؟ مين انتو؟ انت مين؟ انا ام بهيج. انا مالي علاقه بشي، الله وكيلك سيدي. خالتي ام بهيج، بوس ايدك وطي صوتك الله يوفقك. لا تخافي لا تخافي. مو خايفه يا ماما، مو خايفه ابني، مو خايفه. انا ما دخلني لا بهدول ولا بهدول، انا طالعه من بيتي ورايحه عبيت اختي عليا. طيب خالتي بعين الله، انت بتعرفي حالك وين هلا خالتي؟ لك ايه، بين اهلي وناسي. لك ابني كلكن ولادي وحبايبي. قصدي بتعرفي انت وين هلا؟ مبين من صوتك انك ابن اصل وادمي، الله يوفقك ويخلي لك امك يا رب. خلص سليم، ليش انت بتعرف وين انت؟ لك انا ما بعرف، بس يمكن هي تعرف. مين هي خالتي؟ مرتا؟ كانت باطلة ومحولة. الله يهدي سركون. ما شاء الله عليكي، شو مكشوف عنك الحجاب؟ لا بنتي، بس بسمع منيح وسمعت صوتك ابني، والله باين عليك آدمي وطيب، برضاي عليك ابني. انت من هدول ولا من هدول؟ نحن مثلك خالي، لا مع هدول ولا مع هدول. والزلمة يلي معكن خالتي كمان لا مع هدول ولا مع هدول؟ ما شاء الله عليكي، شلون شفتي بهالعتمة؟ هذا أبو ياسين. أهلين ابني، بس انتو ليش عم تزحفوا زحف؟ انا خفت منكم لاني فكرتكم دورية. خالتي نحن هربانين من حارة الفرن. لك ابني حارة الفرن محاصرة. ايه نحن هربانين من الحصار خالتي. ما شاء الله عليكم، جايين من حارة الفرن لهون. ايه والله يا خالتي، وزحف كمان من حارة الفرن وزحف. لك ابني انتو ما بتعرفوا انه البساتين ملغمة؟ ملغمة؟ ايه لك ابني، من أول يوم حصار للحي لغموا كل البساتين وما حدا بيسترجي يفوت فيها. شفت سليم أفندي؟ قلت لك ما بدي أطلع من الطريق. لك الحارة محاصرة من كل الجهات، ما بينمرق إلا من هون، وبدك تديري بالك من القناص كمان. معقول بتطالعني من طريق بدون ما تسأل عنه؟ مو أنت اللي صرعتيني بدك تطلعي بدك تطلعي بدك تطلعي. لك يا جماعة صوتكم والله عالي كتير، وحدو الله وحدو الله، رح تروحونا. ابني الحمد لله على سلامتكم، وصلتوا بإرادة الله، لا تتخانقوا ولا تخافوا، صرتوا بأمان بإذن الله. يعني هلأ صرنا برات الحارة؟ لك ابني الحارة بعيدة من هون شي نص ساعة مشي، شو مو حاسين شلون كنتوا عم تمشوا؟ لا والله يا خالتي، مثل ما انك شايفة الدنيا عتمة،
الواحد مو شايف اصبعته. لك ابني قلت لك انا سامعتكم، بس سامعتكم وماني شايفه لا الدنيا ولا اصبعتي. انا ضريره ابني. لا تواخذينا خالتي، الله يشفيكي. قلت لك ضريره مو مريضه. الله يعافيكي خالي. والله انكم بتسلوا مثل توم وجيري. يعني خالتي نحن بامان؟ بامان باذن الله. هون حارة أبو ماضي، في حاجز بأول الحارة، بس جوا لا في جيش ولا في مسلحين. أنا رايحة عبيت أختي، تفضلوا معي ترتاحوا بتاكلوا لكم لقمة. ليش عندكم أكل خالتي؟ أبو ياسين سليم بيقول لي خالتي ماشي، بس أنت أكبر مني أبو ياسين، مو راكزة تقول لي خالتي بنوب. أمريك راح أقول لك ستي لأنك بتطلعي قدها. لك أنا أكبر واحد بولادي لسه عزابي، أنت جد ما شاء الله عليك. لك مزبوط أنا جد، أصلاً أنا عندي كتير أصحاب وعزابية ومن عمري. ألا جوزت بكير يا خالي؟ خالي براسك عمي، روحوا دبروا حالكم، العزيمة مسحوبة. طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم. قوموا قوموا، حاجة عم تسحفوا مثل الأرانب، لا في لا قناصة هون ولا في حواجز. قوموا يعني خلاص صافي يا حليب. لك ابني أنا كنت عم أمزح معه، هذا ختيار الجن، قال بجهنم عم يتمازحوا. انت وين يا ابو ياسين والعالم وين؟ لك الله يسامحك. توكلوا على الله. جدي جدي. ايه جدي. بدي روح على الحمام. كيف الهوى بيلعب بك ياس، مثل الهوى بيلعب. كنتم مع عيلة بنص الشارع، ميس كاف نوار بلبل، تأليف وإخراج صبحي حليمة، كلمات الشرف فارس الذهبي، ألحان وتوزيع موسيقي خالد قطرميز، غناء الشارة روان، منتج فني حسني سلامة، إنتاج راديو أوريانت 2014، جميع الحقوق محفوظة. ارني لا ارني عصوت الرصاص، تركنا شبابكنا، تركنا الدور، شلحنا أعمرنا، كشفنا صدور، تركنا شبابكنا، تركنا الدور، شلحنا أعمرنا، كشفنا.